السلام عليكم رياض ديالنا، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم خرجة جديدة ان شاء الله، تاني عيد الفطر. اليوم كان 11 في شهر 4 2024. ان شاء الله عندنا واحدة خرجة لتيم زيدا وفتاس، نصيد اللي كنت صورت فيه تقريبا واحد جوج ديال ولا ثلاثة ديال لي فلوك، معقلتش. مصيد شاطئ رملي، كيتميز بتنوع الأسماك ديالو. بالنسبة للمنزلة صراحة البحر شوية قاسح، ولكن بعد ما نديرو هاد الأيامات اللي عندنا نتلاقاو مع المنزلة شوية قاسحة. البحر داير اليوم مزيان، داير 1.10 متر، 1.20 متر، 11 في الكورون. غدا غادي تزاد، غيولي 16 في الكورون و 1.40 متر، يعني غادي تزاد. عندنا هاد الصبحية هادي، هاد النهار هذا، يعني هاد العشية هادي، كاينة تقريبا واحد 120 كيلومتر تقريبا اللي عندنا ديال الطريق. دونك كاينة واحد ساعتين ديال المكانة ديال الطريق، يلا غادي نتقداو المسائل اللي غنحتاجو هذا. المهم غالبا غنصيدو في العشية، يعني عندنا نص نهار ديال الخميس والجمعة البحر غادي يطلع، غنحاولو نتقاتلو معاه وصافي. الأسماك المستهدفة كيف كتعرفو هاديك القشطة فيها الحوت مخلط، اليوم غنحاولو نستهدفو زريقة اليوم وغدا بالصباح مع البحر غيكون شوية طايح. نغد اليوم اللي غيتزاد غنحاولو نستهدفو أسماك الدرعي والشرغو، هو كيكون في القرينة الخاصة. بان فينا المزلة تما ما غير صالح للصيادة اسميتو، غادي ننتقلو لواحد البلاصة فيها الحجر، واحد المصيد آخر قريب ليه شوية إما رضيت، وغنكملو فيه هاد التلت أيام هادي اللي عندنا. وهادشي اللي كاين إن شاء الله، نخليكم تكتشفوا معنا هاد المصيد هادو وتعيشوا معنا هاد الخرجة هادي. نتمنى إن شاء الله أنها تكون يعني موفقة وتنال الإعجاب ديالكم، ويكونوا فيها التقاوس ورجعوا فيها إن شاء الله سالمين غانمين إن شاء الله لديورنا. هذا ما كان الرياض، تحياتي واحتراماتي لكم، خليكم معنا ما تمشيوش بعيد. أحنا كان عمر الله يلاص ويس حسن الجاج وخطو غادي غدوري، هذا ما كيصبرش. ها هو اللي مخيف، فيه هو اللي مخيف الجديد هذا احسن من هذا اللي قاصح، هذا كيصبر. ولكن المهم ديك الطاعه ياك الريس حسن، اسخر الامور عليك ربي. سير هبط الريس خالد، راه نزدر يدا حق ريح. يدا زيد تيمك كستك اشكات راه صافي منيك مشكال شاف مولي عندو جوج طوموبيلات، حنا ثلاثة. بالنسبة للطريق لهاد المصيد هذا، كيف كتشوفو هنا شاطئ إمسوان على اليسر، هاد الطريق الإخوان طريق ديال الصويرة، يعني أكادير الصويرة، الطريق راه معروفة، بقاو غاديين حتى هنا إمسوان. اللي بغا يمشي لإمسوان هادي هي الطريق ديال إمسوان، هي هادي. كتكملوا ما تدوروش مع هاد الطريق هادي اللي صورت دابا، كتكملوا ديما نيشان بحال غادي للصويره. الفيديو ما غاديش نطولوا بزاف، غنبقى غير نحاول نقطع لكم الفيديو وقت ما وصلت لشي بلاكه اللي هي غادي يعني تدوروا معها ولا شي حاجه، راه غنصورها لكم باش ما تجلوش. لان الفيديو اللي كنت صورت في هاد البوسطه هادي الطريق ديالو ما كانتش واضحه بزاف ديال الناس كيسولوني على الطريق. المهم كتشدو الطريق الرئيسية، الطريق الوطنية ديال أكادير الصويرة. هانتوما الإخوان، غتبقاو غادي حتى تبان لكم هاد البلاكة الثانية اللي فيها إمسوان بحال الأخرى، هادي الثانية، هادي مع من غدور هاد الأخرى هادي. هانتوما شوفو مزيان العلامات،
نتوما جيو حتى لهاد البلاصه دورو معانا دخلوا معايا البلاصه ماركي وقف عاد باش زوروا لهاد الجهه هذه انا راه صايك شد كاع الرئيس سميتو شد لي هذا الفيديو على قد صور لهم هذيك لايك شوف ما جاي شي حد سير من الموتور لا ما تزوميش هانتوما كيف كتشوف هذه هي الدخلة نتمنى انها تكون بانت في الفيديو مزيان صافي وكتبقاو شادين هاد الطريق هادي سير 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 حتى نصور لكم عاوتاني حيت كاينه طوالة حتى نصور لكم فين غادي مع الطريق اللي غدورو مع اليمن نبقاو ديما غاديين مع هاد الطريق هادي كلشي باين مكاينش فين غادي تجلو ان شاء الله هانتوما الايقون الدخلة ديال تيمزكيدة وفتاس الطريق ديال تيمزكيدة وفتاس غاتمشاو حتى توصلوا هذا الدوار هذا ياك ما تمشيوش مع نيشان وانما دوروا على اليمين ديالكم هانتوما دوروا مع هذا الطريق ماشي بيس وانما طريق غودرو صافي بقاو غادي نيشان حتى تخرجوا في الكوشة ان شاء الله ديال تيمزكيدة وفتاس يعني ما كاينش فين غتجلاو غودرو حتى فوق المصيد عاد ملي كتوصلو تما كاين واحد البيس تقريبا فيها واحد 4 كيلومتر تقريبا غنصورها عليكم حتى هي هذه هي الطريق طريق مزيانة انا صراحه كيطلع شويه ديال الرمله كاين الظهر الوسط غادي نمشيو للبلاصه ديال ديما نستناو غير السيد اللي عنده البيمه باش يهز لينا تاني الماتيريال البحر هو هذا البحر حاليا اليوم وغدا بالصباح مزيان مخير واني ليله الجمعه اللي هي غدا غادي تزاد تولي فيه 16 في الكورون المهم ان شاء الله كلشي غنصورو لكم خليكم معنا نستناو السيد اللي غيجي دابا يهز لينا الماتيريال الله يسخر الرئيس ابراهيم اهيادي سي خالد هو شنو مازال باقي لينا هادو الكروسه راه غادي نجرها جبتها درت فيها الصندوق الصندوق تبارك الله راه بلان عامر ايوا شنو مازال بقى الساك هادو خبز ونكصب يلا على بركة الله أنا الإخوان جوج كسبات بلونسيين على الأولى وهاد الثانية لي هاهي المرة هاد الجرعة هادي
الله على بركة الله. الموصية الأولى شوفوا الرئيس حسن طباخ الماهر ما شاء الله. اللهم بارك والله العظيم الريح خير واحد الريحة قتلك ما شاء الله ما شاء الله. رياس حاليا ما كاين والو البحر راه بدا كيسرح كيعاود يرجع تمام كلاصي ديال بصح. المهم تغدينا تكينا شوية تقرب الغروب وبدلت الطعمة درت البيوضة لهادي. لكن ملي جيت ندخل لقيت البويا تما كاين الشبك ديال السرحة عارف شحال الشبكة كاينة هنا والله ما عرفتش. الصباح لك الله نصي عليهم واش كاين اسي داكشي علاش ملي ما كتجيش في الوقت خصوصا في السرحة في المصيد يعني بحال هكا كيوقع لي كون شي واحد دابا مسرح الشباك وعمر عليهم الموت وما بانوش لي كتبقى صيد نص النهار حتى كيسرح البحر عاد كيبان لك بلي راه هذيك البلاصه اللي انت فيها راه عامره في الشباك. ما عليناش المهم غادي نحاول ديبلاسي عاوتاني لهاد الجهه هادي ونشوف الله. نتمنى تكون غير وحده هذه ماشي ديال الفلاك هذه غير ديال السرحه كيلوحوها الرياس هنا عرفت ديال الملك نشوفوها بعدا واش قديمه ولا جديده. هي بات لي بعدا بان لي البويا تما ديال الشبيك هذا مكان. المهم حاليا مازال ما كاين والو هادي الاخوان مشات ليا جنب وتقبلت ليا مع القصبه الثانيه ديالي كنظن عندي فيها شي حاجه غنشوف الرئيس حسن يجمع ليا الاخرى. سموني سموني اختا ارتي ارتي جبوده واني زير السبيب ياك نخبى عندي السنات غير واجي زداري لا كراه خطا يفتايس الجنب سرسا بوس خطا هام غمز سرسا بوس خطا تسمونا غنكي اي زير السبيب باش يزير امزغي كامزغي امزغي هاكا تزير خبى عندي السنات غير واجي زد خطا شكون خطاو فيه الكرابانير رزمي زدي يسيب تا كراس دارس يسنخبلت راه سمونا حسن راه ديدي سمونا غادي كي ديدي جبودن او هادو راه تفتو ها سي سي راه تيسبي باري فتو هو دغيلا اي سو كان ترزمت عرفتي انت فيدي ترخ فشكون كاركيد اركيد تجرو اي سي تفهم غي كان راه سمونا هاكا راه سمونا يا سير سير راه سمونا او بلاتي غيلا بلاتي ميك سير سمو زايا سير ارحي دبي لها اخري سير حسن ارسمو سمونا حسن ارسمو تبعي اي فرصة ارسي صافي اشكيد غيلا سدار ومان عرفت ترت سمونا ها كذاك اوري ملي لي كيسكرا باش ادي سنمون السين اشكو غير هاد نخبل هاتي يا زريت بلاد حسن يا ناتي لانسو الغوامان ام زيغو ها كذاك اسولو سكرتو البلاتي سيار الرياس الرايو هانتوما هادي دابا دي يلي ها الماء بارد
صافي تكسد غنا خليل ناك تا الرايات هذا يسي سكرن غي كان بلاس. صباح الخير عليكم الرياس. هذا اليوم الثاني البحر هو هذا. البارح الاخوان كنا كنصيدوا فهاد البلاصه عامره بالشبك. يلا جا اليوم مولاهم فهاد السرحه هادي. حاليا حسبنا لي تقريبا 6 ديال الشبيك اللي لايح لينا فهاد البلاصه هادي فين كاين. الا كتشوفوا شي حاجه كحلا هنا 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 هادو هما الشبيك. ما عرفتش واش تقدر تزومي كاميرا شويه. شوفوا السرحه يعني الفم ديال الوسطى قبل قلت لكم شي حاجه كحلا تما على برا عامر على الشبيك ديال واحد الشخص واحد مسد الوسطى كامله. مع ذلك الاخوان هذا الصباح هذا ما عجبنيش الماء ما قهوه شويه خصو الماء ديال السربي ديال اليوغار ديال باغي السمخ والحرماشي ديال السمخ. كنظن نقدرو نبدلو الوجهه لجهه الحجر. المهم حاليا ما حنا يلا فكنا واحد شويه غادي نشوف البلان كيفاش داير. هذا مكان الرياس البحر هو هذا ما ماشي ديما كتلقى داكشي اللي بغيتي. اوكي على اي الحمد لله ما زادناش شي يامات غادي نحاول نستغلو ان شاء الله نشوفو. هو السيد راه باقي كيجمع الزغا و راه زار واحد الشباع و تاني هاي الدار غادي يدي على اي اصلا ما كاين فيهم والو. هادشي كيبين لي بان القصة مفيهاش الحوت حاليا. تصور 6 ديال الشبكات ما فيهم والو. وحده اللي بان ليا كينقيها بشي حاجة شي حاجة ماكلية تقريبا تكون ديال كيلو الحجم ديال يدين الوحيدة من الشبكة. هذا مكان الرياس. يلا خليكم معانا إذا مشينا بدلنا الوجه ولا أي جديد راه غادي نتواصل معانا إن شاء الله. تحياتي واحتراماتي رياس. احنا غاديين دابا لمصيد آخر نمشيو لأفتنسي ديال إمرضيت. رجعنا من ديك القصة ولكن هو الأول غادي نصليو حيت اليوم الجمعة. غنصليو الجمعة تقريبا وحدة هادي نصليو الجمعة ونكملو على الطريق. هانتوما الإخوان الهبطة ديال الأفتنسي ديال إمرضيت مصيد. هادو هنا باتجاه تيلضي كتشوفو هنا اتجاه تيمزكيدا وفتاس. هذا مش فتاس من الفوق انا الاخوان المصيد الثاني اللي جينا ليه افتاز ديال إمرضيت هو هذا القصة ديال افتاز هي هذه كتشوفوا هنا عامر مصيد ارى ما عندك هانتوما هنا اصحاب الحجر. سير انت غادي
كاين واحد المصيد هو اللي واعر بزاف كتشوفوا ليه واحد دايره بحال الجزيره وسط الماء شو رازوميت عليها شويه ان شاء الله الا جا الدري اللي عنده الموتور غادي نقدروا نمشيو ليها. كيبان ليا حاليا انا بغيت نجرب هاد الكوسطه هادي نشوف شنو فيها حيتاش بان ليا الحجر كاين الرمله وكاين الحجر احسن كوسطه هي اللي كيكون فيها الحجر وسط الماء ضروري ما تديباني شي حال ان شاء الله. ايوا اللهم يسر على بركه الله. البرنا شويه ديال طعم الرياص هاد شويه ديال الازيز الرقصه ديال الحجر عند صحاب الفليك. ايوا طعم ساكن هادو غداو دابا وشوفوا ان شاء الله البان كيفاش داير باش نمشيو لونسي ولا نتكاو شويه حتى الغروب. الو الدواء سميد الدواء ديال البرد اللهم بارك. خيورات سمك النهار الخير انا حسن يا تكلو تسويت ديريكت الزيت وسكواس بارك الله. يلا لوح الخير انا اني زيد لوحة كيطولك وحدك امي بالخيران هو اللي خصك تسود حسن بسم الله بسم الله هاكا زاد خصك شي ترسل باش هاد السم حتى فيها شطيرو بين وبحرو اخوان انا يلا نقول بسم الله. اليوم الجمعه تقريبا هذه 6 د العشيه الله جبت الباكطاج ديالي لهاد الكوسطه هذه نهار كامل وحنا الله تغدينا وتكينا شويه يعني نهار كامل ومشى نص النهار الاولاني مشى غير في يعني في السياده غالبا هاد الليله ان شاء الله غنبارا في البلاصه وغادي نجرب هاد الكوسطه راه حفره كيعجبوني بحال هاد الكوسط هادو ما كيكونوش بلا وانما كيف كتشوفوا الموجه كترتق على برا يعني فندق بحر داير اه فندق يعني تقدر تريح هنا تلونسيل من برا. هذا ما كان خليكم معنا غنقاد المسائل ديالي ونصور لكم ان شاء الله تحياتي لكم. واحد رائع مع الغروب كي سير فيها شي حاجة يلا جر انا نشوف هيا فيها شي حبة ان شاء الله بسم الله على بركة الله حلات قربان شوفوا شنو عندينا نسيت واتو غيس غيدي لوزرو نسيت واش كاين الحجر هنا اي 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 صافي غالبا وغلية والله الا نسيت دوماج راه واغلة كاين عليا جمعت دقة وحدة
مشيت مع الكوصلي هنا كاين 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 حجر مع مع سميتو مع الرملة. دوماج انا غادي نحاول ولكن محال داش نص طوحه ديال هنا صعيب صعيب. هاك كوخا نشوف نشد الخيط ونجرب على الله. لا الغيط سطوح حتو افكيتو افكيتو. يلا جمعت طا وحده هاتي واغلى ليا في الراس. زد 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 زد. شنو هاد الخير هذا؟ شي حبه واقيلا صغيره هادي. ها هي شرغو صغير حداد صغير. عود إلى الماء. المونتاج ديالي هو هذا كيف ديما 2 امبير وحدة فيها الكوطو حيدا دينا وحدة فيها الرقصة. هذا الشكل هذي غادي نحيد الكلابان. نسيت انا واش سميتو كاين يستلح هنا وغندير هذا النوع ديال بلوم كيف كتشوفو. ايوا هذي دفع رقصة حية. ها هي رقصة حية بسم الله. عندي شي حاجه هنا عاود ثاني شرغو مناصفي مناصفي. هذا شنو نقول لكم نردو الماء طعم الكوطو. غادي ندير دابا البيوضه غنبدل المونتاج كامل عندي البيوضه ونستهدف مع الليل هذا نحاول نستهدف الاسماك كتكون حجم مزيان. انا هذا مو كيل لونسيتها بالسيبيه ويز
سنيني سنيني لا كيما يسمى يا غارت بدرمت بسم الله الرحمن الرحيم راه غيديلي غارت بدرمت هاتي ارتا روانسكا هذي يا ورتا غيت ورتا هذا ممكن ثاني هنا الرياس الله اعلم شي سنور ثاني هذا غالبا هذا غيكون حسم الاول سنور ثاني لا مرينا هادي كاع طاحين هنا في الحنوشة دفاع بغيت ندير واحد المونتاج ديال السمير على الوحوش درت واحد الصباع ديال ازيز انا نوريكم المونتاج دابا مع البحر دابا كيدفع وهنا كاين الحجر غالبا قلت انا الله اعلم قدر يكون هنا حوت غليظ على حساب الحجر غندير ليه في نفس الوقت الجرابان ندير ليه العبده باش تقطع كيف كتشوفوا هذه الترقيه ديال 80 مع واحد الرجل ديال ازيز ما لقيتوش مزيان لقيت ليها شويه كتشوفوا هو هذا الصنار هذا 06 فليو كارب قلت ليه فليو كارب 06 كربون ترقيعه ديال 80 اميريو غليظ هذا العماره ديال السبيب هذه ديال 45 عندنا البادلين هذا ديال 50 وعندنا هذا ديال 28 باش يتقطعوا الكراب نتمنى ان المونتاج يكون انا نمشي لحدا البيكي ونحاول انني نوري لكم مزيان مع ما بغيتش هذاك الصباع يقيسوا لي الرمله خفت على حساب كتبقى شاده فيه مع ما لقيتوش مزيان كنت في نفس الوقت مع البحر كيدفع دابا خصني نستغل الوقت لا المونتاج هو هذا شفتوه هانتوما هذه الترقيعة ديالنا هي هذه ياك هذا هو الخيط الرئيسي 45 هذا البادلين ديال 50 هنا درت واحد ليميريو المونتاج لي هو سامبل وهنا درت هاد السبيب هذا رقيق باش يتقطع ديال لي من جهة الكرابان ايميريون البادلين الصباع ديال ازايز الترقيعة ديال 80 هذا هو المونتاج ديالنا كتشوفو وهذا يلا على بركة الله بسم الله الرياض ديالنا نهاية الحلقة المزلة ديال اليوم سبحان الله أول مرة نتلاقى مع المزلة هذه قضية ناشفة ديال بصح وماشي غير في هذا المصيد هذا زعما هذا المصيد هذا غني بالأسماك ومع ذلك والو ضربنا دابا غير يومين ورجعنا كنا
كنا حوالي على 3 ايام 3 ايام ونص كاع. اليوم راه السبت، كنا حوالي ما نطلعوا حتى العشيه ديال الحد، ولكن مع شفنا هاد المنزله هادي عيانة ديالها بصح، قلنا نمشيو نستراحوا افضل. ايوا هذا ما كان مخبينا عليكم والو، منزله عيانة. الحمد لله على كل حال فوجنا، بدلنا الجو مع الايامات الحال سخون. ايوا حنا الحمد لله جينا لهنا تبردنا، الله يجعل البركه. هذا ما كان الرياض، تحياتي واحتراماتي لكم كاملين. ان شاء الله في خرجه مقبله، الخرجه هذه راه فيها غير ما كتشوفوا المناظر واكتشاف المصايد وصافي. يا الله ان شاء الله فيديو المقبل تكون فيه شي فرجه زوينه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.